عادة لما بنذكر نحن الوردة والشوك هن كنقيضين، لكن لما بنتذكر الشوك بنتذكر أكثر أنه هو ممكن يسبب لنا الألم أو ممكن يزعجنا، يعني ذكره أنه دائما الشوك هو مصطلح يكون مزعج لبعض الناس، لكن إذا فكرنا بجوانبه الإيجابية رح نلاقي له كتير ميزات إيجابية. والنوع من الشوكيات والعصريات هن بيكبروا بصمت حتى بالمنازل، يعني بدون الحاجة إلى عناية مستمرة ودائمة. لنتعرف على المشروع اللي قدمه الطالب جعفر محمد خريج المعهد العربي للغابات والمراعي، رح تعرفنا أكثر عن هذه الشوكيات ومشروعه اللي قدمه من خلال تخرجه من هذا المعهد، ويعرفنا أكثر عن فوائد الشوكيات. بيسعدنا نرحب فيك بصباحنا. يسعد صباحك جعفر. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. صباح النور. صباح الخير جعفر. أهلا وسهلا فيك. هلا نحن عم نشوف يعني بنمط دراستك في شيء خصوصي يعني بالنسبة للمعهد اللي تخرجت منه وأيضا المشروع اللي عم تشتغل فيه، فخبرنا جعفر كيف كانت بداية دراستك، كيف اخترت هاي الناحية المهنية، شو اختلفت أيضا عن النواحي الدراسية الأخرى؟ أنا خريج الثانوية الزراعية بمحافظة لاذقية جبلة. طبعا الثانوية الزراعية كان لها الدور الأول والأساسي بأنه هي تعطيني الجانب المهني اللي أنا أنطلق فيه على الحياة العملية. فدوما كان عندنا نشاطات مهنية متعلقة بكل مقرر وتطبيق عملي. من هون بدأت فكرة المشروع، وأنا اخترت الجانب العملي اللي أنا تميزت فيه ضمن هاي المقررات لحين ما تخرجت من الثانوية وتم إفادي للدراسة بالمعهد العربي للغابات والمراعي. المعهد تابع لمنظمة التنمية الزراعية وجامعة الدول العربية، وحاليا أنا عم تابع دراستي بكلية الاقتصاد. تمام. حلو جعفر، نحن حكينا بالمقدمة عن الشوكيات، يعني هو كان مشروعك اللي انت تخرجت منه من المعهد، فليش اخترت هيدا المشروع؟ وخلينا نحكي عن المشروع هو بشكل عام، تفاصيل عنه. بالنسبة للمشروع، هو مشتل متخصص بإنتاج نباتات الزينة الصباريات والعصاريات فقط. هاي النباتات اللي بتضم عائلات كتيرة من الأنواع الشوكية، عوائل كبيرة جدا. حاليا أنا بمتلك 200 نوع فقط، ومع أني بعد حالي رغم هدول 200 نوع بمتلك جزء بسيط من هدول الأنواع ومن هدول العوائل. فهيدا المشروع بلش عندي من لما كنت بهيدي الثانوية. قررت أنه أنا بدي أعمل شيء أتميز فيه بهيدي الجانب، بهي الدراسة المهنية الزراعية، فاخترت نباتات الزينة. فبدأت معي بإني أجمع هاي النباتات، وكانت وقتها هواية بإني أجمع هاي الأنواع لحين ما تم جمع هاي الأنواع، وحاليا أنا بمرحلة جمع لسه لهي الأنواع لحين ما تحولت لأمهات للإكسار. فبلشت الإكسار من هاي النباتات، ويتم بيع هاي النباتات وتنسيقها بطريقة معينة بتناسب الزبون. تمام. هلأ عم نشوف نحن الأنواع المختلفة بالصور اللي عم تقطع هلا. بالنسبة للصباريات جعفر، بشكل عام كيف التعامل معها؟ هل في صعوبة من خلال مشروعك والتعامل مع هاي الأنواع المختلفة؟ أكيد بالتأكيد. هلا في أنواع بتكون عندي حساسة للضوء المباشر، في أنواع لا بتفضل الضوء المباشر، في أنواع بتكون عندي هي بتفضل ملوحة التربة الزايدة، في أنواع ما بتفضل الملوحة. صراحة كل نوع يعني استمر معي دراسة مدة طويلة لحتى أعرف هو بيحتاج كمان كل نوع لطريقة معينة. لطريقة معينة من العناية. في أنواع عندها حساسية لعنصر غذائي معين، فبتحسي كل نوع هيك عنده سلسلة من الأجواء المناسبة إله. فأكيد احتاج وقت كتير لحتى أعرف وأدرس هاي النباتات شو بيناسبها من مناخ من تربة. على العموم حاليا الأنواع اللي عندي اللي حاليا أنا صرت بلم بالمناخ المناسب إله بالشروط المناسبة لهي النباتات. حلو. هلأ في كتير جوانب نحن ما بنعرفها عن صباريات وعصاريات جعفر، انت عم تذكر حضرتك انه انت كتير درست عنهم، كتير دخلت بتفاصيلهم لحتى تقدر تحافظ على الأنواع الموجودة عندك، فشو ممكن نحن كمان تخبرنا أكثر عنهم، يعني عن جوانبهم المميزة، يعني شو ممكن نحن إذا وضعنا صباريات وعصاريات بالمنازل أو حتى بحدائقنا، يعني شو ممكن هيدا الشيء يضيف لنا؟ هلأ بعض الأنواع من الصباريات أو العصاريات بيكون إلى فوائد طبية أو فوائد جدا مهمة، مثل نبات الألوفيرا كتير سمعنا عنه أنه هيدا النبات جدا مهم للعناية بالبشرة، تجديد خلايا البشرة والتجاعيد، جدا مهم لفروة الرأس، للشعر، العلاج من القشري.
بالإضافة لأنه في عندي بعض النباتات إلى فوائد طاقية بعلوم الطاقة بالفينك شوي اللي هو نبات الجعد واليشم، جدا مهم هذا النبات وجوده ضمن المنزل. كتير دراسات على هذا النبات أو بشرق آسيا بيأمنوا أنه هيدا النبات باعث للطاقات الإيجابية وجدا مهم. والشي منطبق عنا جعفر حاليا ما نشوف كتير بالأحيان بالأماكن أو بالمكاتب أو بالمنازل صباريات، هيدا الشيء صحيح بعلوم الطاقة أنه يجذب الطاقة الإيجابية ويزيل الطاقة السلبية؟ هلا في فكرة لازم نوضحها، أنه بعض الأشخاص مؤخرا صاروا يحكوا أنه النباتات الصباريات بتجيب الطاقة السلبية بالبيت تماما، أنه في خلاف على الموضوع. خلاف على هذا الموضوع. أنا شخصيا 5 سنين بهذا المشروع وبيتي وغرفتي مليئة بالصباريات، وحتى يعني لدرجة مثل ما بتشوفوا هلأ على الشاشة، فولا مرة حسيت بطاقة سلبية. وأساساً أنا مدرب بعلوم التنمية البشرية كمان، فدائماً بقول إنه هيدي النباتات هي ارتباطها بأماكن وجودها الأساسية هي أماكن ممارسة التأمل واليوغا والاسترخاء، فأي شيء مثلثي أو أي شيء هرمي فهو يمتص الطاقات السلبية. ونبات الصبار شوكه بتكون بطريقة مثلثية، فهي بتكون مصاصة لهي الطاقات، طاقات التوتر أو طاقات سلبية. ممكن وجوده بالمنزل دون تعريضه لأشعة الشمس وتجديد طاقة هذا النبات ممكن يأثر على طاقة المنزل، فنحن بشكل دائم لما يكون عندي نبات ضمن المنزل بحاول بين حين والآخر أني طالع هذا النبات لحتى يجدد طاقته من الشمس. تمام، عم تحكي ممكن جعفر ضمن المنزل يعني تكون موجودة. طب خلينا نحكي عن الركن الأساسي أو المناسب لهي الصباريات، وين ممكن يتواجد يعني ضمن المنزل؟ هي نباتات زينة، لكن ذكرت أنه فعلا كمان تحتاج لتهوية، بتحتاج ربما حتى تجديد التربة أو أنواع معينة من التربة أيضا، فخبرنا يعني تحتاج إلى ركن أساسي أو ممكن أنه خرطة أيضا ببعض الأنواع النباتية الأخرى؟ هلأ حسب النوع. هلأ ضمن المنازل لأنه ممكن يكون عندنا أطفال ضمن البيت، فبالتالي نحن منحط أنواع عديمة الأشواك أو بتكون أشواك ورقية بتكون، فهي غير مؤذية للأطفال. أما بالمنازل الكبيرة والحدائق بالفيلل أو البيوت ممكن نحن ننسق حدائق الصبار، وهي بلشت عم تدرج هي الحدائق، جدا مهمة لأنه بتحتاج لعناية كتير، متحملة للعطش، متحملة للإهمال، فممكن نستخدم تنسيق لحدائق الصباريات. شروطها مثل أي نبات عادي، ولكن إلى شروط معينة من إضاءة، من حرارة ومن تربة. حلو. هلا خلينا نحكي عن الصباريات المطعمة بالبداية. شو هي الصباريات المطعمة جعفر، وهل كمان نستطيع نحن إدراجها مع نباتات أخرى بالبيت؟ الصباريات المطعمة حاليا هي من أغلى أنواع الصباريات، وجدا مهمة. بتم بإني أنا جيب أصل، هيدا الأصل بيتم تطعيم عليه أي نوع من أنواع الصباريات اللي عم تطلع عنا على الشاشة بطريقة معينة. في كتير أنواع للصباريات المطعمة، طبعا كل الأنواع قابلة للتطعيم على بعض، ولكن بشروط معينة أنه هيدا الطعم أو هيدا الأصل يكون أصل بيتمتع بجزر بشروط سليم خالي من الأمراض، وبتم عملية التطعيم عليه. طبعا بعد عملية التطعيم 15 يوم على الأقل بيكون هيدا الطعم لحم تمكن منيح، بالتالي نحن هون فينا ننزل المطاطات أو الرباط. طبعا هاي الأنواع هي أنواع جدا مهمة، واليوم عم تنطلب كتير بالسوق الصبارات المطعمة. نحن عم نشوف انسرتات صور عن بعض الصباريات الزينة، هاي فينا نسميها هاد تنسيق ضمن القصيص الواحد. القصيص الواحد حدائق الصبار فعلا شيء كتير حلو يعني. هلا عم لاحظ كمان فيها الوان مختلفه يا جعفر، يمكن نحن ما يعني ما بنعرف كل هاي الانواع، اكيد انت من خلال دراستك وانخراطك بعالم الصباريات والشوكيات كتير شيء حلو. هلا خبرنا عن الاخطاء اللي ممكن انه تاثر سلبا على حياه الصباريات، مثلا بعض الاخطاء الشائعه الممكن نحن من خلال تواجدها ضمن المنزل، مثل ما ذكرنا يمكن ممكن ما بتحتاج كتير عنايه، لكن بتحتاج هيدا الخلاف اللي حكينا عنه انه صح. ممكن يكون سلبي او ايجابي، كيف ممكن احنا ناخد هاي الطاقة الايجابية تكون دائما متجددة؟ بشكل عام شو هي الامور الايجابية والسلبية؟ هلا للعناية بنبات الصبار بشكل كتير منيح، يفضل التربة دائما انه تكون عندي جيدة الصرف وجيدة التهوية.
تمام. غالبا بيجوا لعندي بيخبروني انه استاذ نحن اخذنا الورده بس بعد ما رحنا على البيت اعتنينا فيها وماتت، فانت وين حاططها؟ بيقول لي انا حطيتها تحت اشعه الشمس المباشره وهي لسه بتكون بمرحله بحاجه لاضاءه ضعيفه غير مباشره. فهون ممكن انا احطها بمكان تحت اشعه الشمس المباشره فبيصير عندها لفحه شمسيه. وممكن احد الاخطاء الشائعه انه هو لما بده يروي هذا النبات فبيروي المجموع الخضري وبشكل كتير غزير، فهون ممكن يؤدي العفن في حال كان عندي رطوبة كتير مرتفعة وبالتالي بيؤدي لخسور هذا النبات، فهي أحد الأخطاء الشائعة. تمام. أيضا جعفر خلينا نحكي أنه في شيء له علاقة بين أيضا حماس الشباب والصباريات، يعني أنت أغلبهم عم يجوا الشباب لعندك، هلأ في بنات ممكن كمان يطلبوا هيدا النوع من الصباريات باعتبار أنه ممكن يعتبروا أنه مصدر لإلهم أذى، ممكن شوكي يعني أو ألم، فخبرنا عن هيدا الموضوع كمان، شو هيدا الارتباط بين الشباب والصباريات؟ هلأ الصباريات بالفترة الأخيرة لاقت كتير رواجاً. صراحة دائماً بيكون عندي شباب وبنات، وأوقات ممكن يجيني أشخاص معمرين يعني بيستهوا هاي النباتات. هو بتحسي متى ما الشخص جمع نوعين بيصير عندك هواية بأنك تجمعي كل الأنواع، لأنه عن جد في أنواع منها نادرة، في أنواع كتير مميزة، في أنواع بتقاس بمليمترات، في أحجام مختلفة بالشكل بالتباين. بعض مكلفة هي جعفر كأسعار؟ هي يمكن كأسعار في أسعار جدا مقبولة غالية دونا عن غيرها، إلا الأنواع المحلية النادرة. مقبولة الأنواع المحلية مقبولة أسعارها، بس في أنواع بتكون نادرة. أجنبية نادرة عن جد بيصل سعرها للملايين. حلو. طيب جعفر، يعني اليوم أنت هيك كشاب طموح عندك هيك مشروع، ومشروع خاص وغريب شوي يعني عن بقية المشاريع ربما اليوم، هيك شو بتقول لهيك الشباب اللي عندهم أفكار جديدة، أي مشروع ممكن يطوروا؟ درست وجمعت معلومات عن الصباريات وقدرت توصل لهم، تعرف كتير أشياء ومعلومات ممكن تقدمها للناس وممكن تساعد أي حدا حابب يقتني الصباريات بالطريقة الصحيحة. دائما بنصح كل الشباب اللي هنن من عمري أو بدهم ينطلقوا على الحياة العملية بأنه يحول دراسته الأكاديمية لمشروع ناجح، ويستثمر هاي الطاقات لما يطلع على الحياة العملية ليأسس مشروع فعلا، ويحول هاي الدراسة الأكاديمية لتطبيق عملي ليحقق حرية مالية من خلالها. جدا مهم نحن نبلش نشتغل على حالنا ونأسس مشاريع ريادية بكل معنى الكلمة. هيدا المشروع يوم الأيام حيتحول لشركة تنسيق حدائق، ممكن يصير أكبر من هيك ما حدا بيعرف. وبنصح كل الشباب بنفس الطريقة أيا كانت دراسته أو خلفيته العلمية بأنه يسعى نحو مشروع ريادي ناجح مستقل. حلو. نحن عرفنا فوائد الصباريات من خلالك، من خلال وجودك جعفر، هي الطاقة الإيجابية اللي أنت عم تحكي فيها، التفاؤل دائما بالشيء الأجمل، طموحك الكبير إن شاء الله يا رب تحققه. شيء كتير حلو، ومتمنى لك كل التوفيق بهيدا المشروع أو غيره. طبعا لحتى مثل ما عم تذكر حضرتك يكون شيء اقتصادي ناجح بالمستقبل، ومشاريع لكم كشباب. شكرا كتير لك جعفر. شكرا كتير لك. شكرا. بالتوفيق لك. شكرا جعفر. شكرا كتير.